السلام عليكم. في هذا الفيديو حنوضح لكم كيفية تصميم بيت بكل سهولة وبكل بساطة باستخدام العديد من الوسائل التي تتيح لك التصميم، العديد من الطرق باش يسهل عليك التصميم وتختار الطريقة اللي تناسبك. أول ما افتح معك برنامج سكتش أب، نحدده اللي هو سيمبل انشز، اللي هو بوحدة الانش اللي بنرسم بها، فنحددها. يفتح معك البرنامج وبعدين نبدأ تصميم مع بعض. يفتح معك البرنامج بهذه الكيفية، تطلع لك البنت هذه تحددها وتدير لها دلي تمسحها، ثم تضغط شيفت، تقعد ضغط على شيفت وتجي المساحة الفاضية هذه والعجلة، وتجي المساحة الفاضية هذه وتجي وتقرب وتبعد باهي، ولتكن المساحة هذه بنرسمه فيها كويس. أول شيء بنرسمه مستطيل، نرسمه مستطيل متاعنا ريكتانجل، نرسمه مستطيل اللي هي قاعدة البيت. نرسم بالكيفية هذه من نقطة البداية، لاحظوا الأرقام الأسفل تزيد وتنقص، هي هذه معناها المساحة متاع البيت. فاحنا بنحدده 20 فوت 20 شرطة من أعلى، بعدين فاصلة 10 شرطة. شو معنى هذه؟ معناها 20 فوت في العشرة فوت. شو معنى 20 فوت؟ 20 قدم في العشرة أقدام، اللي هي هذه 20 في العشرة. كويس، بعد ما رسمنا هيك نحدد اللي هو نرسم عشوائي المرة هذه من هنا لعند تقريبا هنا. كويس، أنا ممكن ما عجبنيش الرسم، هو بإمكاني نعدل فيه. نمشي الأمر الموف ونحدد الحافة فرضا هذه بنقص فيها، ونجي ننقصها لعند هنا بكل بساطة. كويس، طبعا لو اخترنا أمر البول، أنا هذا الفيديو توضيحي باش توضح لك كيفية التصميم بكل بساطة وبكل سهولة، باش نوريك شنو هي الحاجات اللي ممكن أنت ما عندكش عليها خلفية. فلو اخترت اللي هو أمر البول وجيت بنسحب المساحة هذه، حيسحب المساحة هذه بس. لو سحبت المساحة هذه حيسحب المساحة هذه بس، أو نحددكم بالوحدة، لو سحبت هذه حتسحب لك هذيك بس، لو حددت هذه تسحب لك هذه بس. احنا نبغى زوز مع بعض، فنجي أمر المساحة اللي هي إريسر، نمسح الخط في المنتصف بيناتهم لأن رسمت زوز مستطيلات. فنجي بعدين بإمكاني شو ندير اللي هو بول، نحدد مساحة واحدة نرفعها بالكيفية هذه، فرضا إني بنرفعها بقيمة 10 فيت، 10 فيت، 10 من فوق دير شرطة، هي هذه 10 فيت. باهي، كويس. انا نبي نقسم، نبي ندير السقف على شكل هرمي، تعرفوا السقف الهرمي كيف ما في البيوت الاجنبيه. فاحنا ايش نبي نديره؟ مش ناخذ امر اللاين ونرسم من نقطه المنتصف هي، ونجي نحدد لعند غادي، بعدين نطلع سكيب، بعدين نحدد امر اللاين ونجي نرسم لعند هنا، بعدين نمسح الخطوط هما. لا، هذه طريقه طويله شويه، هي الطريقه الطريقة هذه طويلة شوية، انت مددت الطريقة شوية. فاحنا نبغى طريقة اسهل، فتختار امر اللاين وترسم منتصف المسافة هذه. كيف الطريقة الاسهل؟ تحدد، تجي هنا بس بالماوس، مجرد انك تجي ترص الشيء وتضغط الشيء يحدد لك نقطة مرجعية، تمشي بعدين تسحب لعند غادي لعم يوريك النقطة السوداء، معناها هنا حدد لك نقطة المنتصف بتاع هذه. باهي، هيك درتها بطريقة احسن، يعني بدل ما ندير خط طويل وخط طويل هنا بعدين مسحها، هيك تكون اسهل. كويس، كيف نديره للشكل الهرمي؟ نختار امر الموف، نختار امر الموف، فمش تدير موف بعدين تسحبك وديرك، لا تجي شدي تختار سلكشن. لكن ما نديرو سلكشن، خلينا نختار امر اللاين ونرسم خط من هنا لعند هنا، ونرسم خط من هنا لعند هنا. باهي، ثم نختار سلكشن، نحدد الخط هذا، بعدين شيفت مع الخط هذا، ونجي هنا ندير موف ونسحبه بالكيفيه هذه لاعلى وليكن لعند هنا. اذا هذا هو سقف البيت. ممتاز، توا نبو نديرو اللي هي احنا نسمو فيها باللي بالقرشوطة او السمك متاع السقف. فكيف نديرو؟ بامكانك تاخذ امر اللاين وترسم من هنا قيمة عشوائية، دير هيكي، تجي منتصف المسافة كقيمة مرجعية، لحظة هو باش يديرها لي، ايوه هيكي، وبعدين تجي من هنا، تجي من هنا قيمة مرجعية لعند هنا. نفس الشيء جي هيك قيمة ريفرنس بوينت، اهم شيء في ريفرنس بوينت هنا، بعدين من هنا لعند هنا. باهي، وهيك بعدين شدير تختار امر البول، تحدده ودير بول بالقدام هيك درنا السقف. لو كان بدير لو كان بدير حتى من هنا، فتختار امر اللاين وترسم لعند هنا، وبعد ذلك تختار امر البول يحدد لك هذه بروحها، ويحدد لك هذه عفوا حدد لك هذه بروح. لكن لاحظوا في خطا، احنا عمرك شبحت سقف ماشي بالكيفيه هذه، ماشي بالعرض، لا تنقول لكم كيف تديره. لكن قبل ما نديره خلينا نديره خطوه ثانيه بدل الطريقه هذه البدائيه، يعني طريقه الحسبه.
طريقة حسبة انك تاخذ الميجر اللي هو المسطرة، وتحدد من هنا، تحدد نقطة، تأكد انه يكون لون بنفسجي من فوق، باش يكون زيه، فنديرو قيمته 10 4 انش، 4 انش بالكيفية هذه. لاحظوا دار على الخط بالضبط كويس. لو كان جيت هنا ورسمت ودرت بالكيفية هذه ودرت 4 انش، ممكن يديرها صح، ممكن يديرها زي ما هي، باهي دارها كويس زي ما هي، ممتاز. اذا كده 4 انش 4 انش، بامكاني بعدين نختار امر اللاين ويكون كل شيء مدقق وكل شيء رسمينا بالقياسات هيك. بعدين شو ندير؟ نختار امر البول ونمده بالكيفيه هذه كيف ما درنا سابقا. به خلينا نختار امر اللاين، وعندي بما ان نقطه مرجعيه من هنا نقدر نمد لعند غادي، نمد لعند غادي، ثم نجي ندير اللي هو امر البول، ندير امر البول بالكيفية هذه وندير امر بول. لاحظوا الخطأ هو نفسه هذا، فاحنا شو نديرو؟ احنا باش نحو هذه الطريق الشكل انه ما فيش زاوية، كيف نديرو؟ ناخذ التخانة هذه وننقصها بالكيفية هذه، نديرها الداخل باهي، يعني الحيط ننقصه شوية، ثم نجي من اسفل ونرسم لاين من هنا لعند فوق لعند هنا، ثم نختار امر البول ونرسم نمسحه بالكيفية هذه هيك، مسحتها، وبعدين نمسح الخطوط الزائدة اللي ما نبيهاش، يعني تحدد كل خط زائد، تحدد هذه اللي دليت زائد دليت، بعدين هذا الخط أيضا، الخط هذا دليت، وبإمكانك تمسح الخط هذا كويس. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة، وهي خلينا نمسح كل شيء، وهي ندير أوفست ندير أوفست للقاعدة متاع البيت. عن طريق شنو؟ كيف ما قلت لكم الأوفست، تختار أوفست، تختار القاعدة، ترسم ما تديرش عشوائي، اختار قيمة فرض احنا نعرف ان الحائط او نديروها، خلينا نديروها 5 انش، 5 انش بالكيفية هذه، ثم بعد ذلك تاخذ القيمة الخارجية هذه، تختار امر البول، تختار القيمة الخارجية هو الجهة الخارجية مش الداخلية، الخارجية، تحددها وتسحبها لعند اعلى، تسحبها لعند اعلى بالكيفية هذه، تسحبها لعند هنا، ثم بعد ذلك تساوي التانيات. لاحظوا ان دار لي سوالي هيك، بل نقدر نختار وندير شني، نختار امر اللاين ونرسم يعني على سبيل المثال من هنا لعند هنا، خلي حدد القيمة المرجعية من هنا لعند هنا لعند ايضا هنا، ثم لعند هنا، ثم لعند هنا. بعدين شنو نختار؟ نختار امر البول ونضيفه شويه، وهذا نقصه لعند ما يوصل يساوي هذاك. فهيك طريقة تانية، باهي هاي طريقة تانية. خلاص تقريبا هذو بعض الطرق اللي بنوريهم لكم. فخلي زي ما قلنا هذه بنمسحوها هكي بالكيفية هذه. نبو نديرو باب ونديرو اللي هو النوافذ، الباب والنوافذ. الباب بكل بساطة تختار أمر الريكتانجل، ترسم باب على سبيل المثال هنا، ترسم باب، ترسم باب بالكيفية هذه، ترسم واحدة، ترسم إطار تاني بالكيفية هذه، ثم تختار اللي هو امر البول، تمد شويه برا وتمد الداخل، والباب تدير الداخل بالكيفيه هذه. بدير نوافذ، فرضا بدير نافذه، فتختار هي تدير فرضا هيك، ترسم واحده ثانيه هيك، ترسم واحده ثالثه هيك، وتختار بعدين دير بول لهذا، وبول لهذا، وبول لهذا، باش ترسم نافذه انت وكيف تدير فيها في الطريقه متاعك. وهذه هي تقريبا الاشياء الرئيسيه في التصميم. بعدين كمل التصميم بتاعك، بس انا وريت التصميمات كيف انك تدير السقف، كيف تدير تستخدم الاوفست، كيف يجوك الافكار. فهذه بعض الافكار البسيطه، كيف ما قلنا لكم كان تدير حتى باب من هنا. لكن قبل ما نطلع من الفيديو خليني اوريكم ان مرات، ان مرات بتشوف انت شكله طبيعي، فتقدر تدير تكتشر، تقدر حاجات ثانيه. فاحنا نختاره اللي هو مدير التوقيت، فنفعل هي التوقيت هنا، تجي هنا كليك الماوس اليمين، تختار الشادو، هي تو نحيتها، تردها من جديد. الشادو هنا باش توريك تقدر تحدد الاوقات، الاوقات الساعه قداش، ديت وكذا، فيوريك بالدقائق من هنا، يوريك هنا اسرع. فبامكانك تدير الظلال بالكيفيه هذه ان الشكل متاعك. وهذا هو بالنسبه للفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا معي في هذا الدرس. عمل اقابك في الدرس المعين تعالى. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.